أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ فمنهم من قضى ربه ومنهم من ينتظر وما ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء يتوب عليهم. إن الله كان
صدق